المدينة السليمانية على ضرورة أن تعمل الحكومة الاتحادية الجديدة على الانفتاح السياسي مع الأطراف كافة، ولا سيما في إقليم كردستان، وعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة، معتبرين ذلك سر نجاح الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي. أكد كتاب وصحفيون من مدينة السليمانية أن سر نجاح حكومة العبادي يكمن في عدم تكرار الأخطاء السابقة والعمل للانفتاح السياسي مع جميع الأطراف وخاصة إقليم كردستان والإسراع في صرف الاستحقاقات المالية للإقليم. نأمل أن تقوم هذه الحكومة بحل تلك المشاكل العالقة التي كانت تعاني منها الحكومة السابقة، وفي مقدمتها المشاكل العويصة بين حكومة إقليم كردستان وبين بغداد. فلحد الآن هناك آلاف من الموظفين لحد الآن لم يأخذوا رواتبهم لأشهر عديدة. لماذا؟ هل هناك حكومة في العالم تقطع الأرزاق عن شعبه، تقطع رواتب موظفيه؟ فإذا كانت هذه الحكومة الجديدة تنوي حل هذه المشاكل فلا بد أنها ستنجح كخطوة أولى. والشيء الثاني الذي من المهم جدا أن تبادر الحكومة بحلها هي القضية الأمنية التي ما زال الشعب العراقي جميعا من جميع محافظات العراق يعانون القضايا الأمنية، ولا زالت التفجيرات مستمرة. فإذا استطاعت الحكومة الجديدة أن تقضي على الإرهاب الداخلي، وإذا استطاعت أن تتغلب على هذه المشاكل فلا بد أنها ستنجح في مهمتها كدفاع عن الشعب العراقي. صحفيون من مدينة السليمانية دعوا إلى سرعة اختيار وزراء الدفاع والداخلية وضمان توفير الأمان للمواطنين ودحر الإرهاب. العراق يرى بأن الوزارات الداخلية، الدفاع، النفط، والمالية أهم الوزارات التي راح تتحكم بالعراق، والتجارب السابقة أخبرتنا وعلمتنا بأن تلك الوزارات سوف تكون متحكمة بالعراق. وإذا كان رئيس الوزراء بالنيابة وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للنفط ووزيرا للمالية، فماذا شكلنا؟ لم نشكل أي حكومة بعد. ولكن نطالب الجميع، نطالب السيد العبادي دولة رئيس الوزراء بأن لا يمارس ما مارسه السابقون. لا شك أن الحكومة الجديدة تواجه مشاكل كثيرة، ويعني هذه المشاكل هي ورثتها من النظام السابق. ورئيس الوزراء حيدر العبادي يعتقد أنه راح يواجه مشاكل كثيرة، ولكن أنا يعني إحنا كشعب عراقي نتأمل أنه المساعي الاستثنائية اللي راح يطرحها الحيدر العبادي أعتقد أنه راح تجيب نتائج إيجابية. حكومة العبادية الجديدة أمام تحديات كبيرة، أبرزها الإيمان بمبدأ الشراكة والتوافق في إدارة البلاد. يشعر خالد، فضائية كركوك.